الأيام الحلوة تتأخر وبالوضع العام أحوالنا تتأثر كل ما صار الجو معكر خلينا سوا لما الأصحاب يصيروا بعاد لما تهل علينا الأعياد نحكي ونلعب مثل الولاد أنا وإنت سوا ما في شي بدوم ولا حتى الهموم إذا بالسما في غيوم الشجر رح يرتوى يا ربي احميك عم بتروح عن فيك إذا ورد بتأذيك أنا قلبي بينكوى خلينا سوا خلينا سوا ولا سمح الله إذا صرت ضعيف إذا الغريب بعده لطيف عقلبي بتضلك خفيف ورح نبقى سوا إذا شي مرة أنا كنت تعبان ومودي بالمرة خربان بعبو طب انسى يلي كان شو بحبك أنا ما في شي بدوم لا حتى الهموم وإذا بالسما في غيوم الشجر رح يرتوى يا ربي احميك عم بتروح عن فيك إذا ورد بتأذيك أنا قلبي بينكوى خلينا سوا خلينا